بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل بقى في التوبيك اللي بعديه اللي هو السنجل ساين اون. تمام، السنجل ساين اون ده دلوقتي الموظفين اللي عندي في الشركه ليهم اكونتات على الدومين كنترولر، المفروض ان انا هكريت برضو اكونتات على الاي سيرفر عشان ابدا اظبط الصلاحيات بتاعه كل يوزر، سواء اللي هيدخل على الراوتر يعمل مانجمنت عشان عمليه النتورك او النتورك ديفايسز ادمنستريشن، او النتورك اكسس. نتورك اكسس يعني جهاز يدخل على الجهاز بتاع الكلاينت اساسا ومنه يدخل على الشبكه بتاعتي، اظبط له صلاحيات ايه. عموما سواء كده او كده، المفروض زي ما اتفقنا في اكونتاتها كريتها على الدومين كنترولر واكونتاتها كريتها على مين، على الايس. طب ايه اللي يخليني اكريت الاكونتات مره هنا ومره هنا؟ طب ما انا اخلي الايس ممبر من الدومين ويسحب الاكونتات عندي، او مش يسحبها يعني يبص على الاكونتات اللي موجوده عندي على الدومين. تمام، بحيث دلوقتي على سبيل المثال عندي ادمن عايز يعمل مانجمنت للراوتر عن طريق الكونسول مثلا. تمام، الراوتر يبعت الكريدنشلز للايس، الايس اصلا اليوزر مش موجود عنده، بس انا هقول له بص على مين، على الدومين كنترولر. بص على مين يا شباب؟ على الدومين كنترولر. اليوزر ده صح؟ اه تمام. يبقى الايس سيرفر هو اللي يظبط البوليسز، لكن اليوزر موجود على الدومين كنترولر. يبقى اول خطوه كده وش ان انا اخلي الايس ممبر من الدومين. تمام، اعمل الكلام ده ازاي؟ مبدئيا بس كده محتاجه ان انا ابنج على dc.tshot.com. لازم الدي ان اس اصلا بتاعي يكون متظبط صح، لو مش متظبط صح مش هقدر ان انا كونكت. واعتقد الدي ان اس اساسا احنا ظبطناه وانا بعمل الانيشال كونفيجريشن بتاعه الايس. طب لو قلت له شو راننج، تمام، لو نزلت تحت كده فين اهي، اي بي نيم سيرفر، ده الاي بي بتاع الدومين كنترولر. اقصد يعني عشان لو حصل اي مشكله وكنت محتاج ان انت تعدل الاي بي بتاع النيم سيرفر في الكونفيجريشن مود طبعا. تمام كده، نكمل. لو انا جيت دلوقتي على الدومين كنترولر نظبط بس كده الهيراريك الاول، هكريت يوزرز تحت تولز اكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز. تمام، كعمليه تنظيميه بكريت بس فولدر كده اسمه او يو اورجانيزيشنال يونت، سي مثلا هسميه اي تي. تمام، وجوه الكونتينر ده الفولدر ده بكريت يوزرز، سي مثلا هكريت يوزر اسمه مالك وبحط الباسورد وبشيل علامات الصح دي. مش هدوس بقى في الكلام ده على اساس ان انا محدده لكم الفيديوهات اللي تذاكروها في الام سي اس اي. تمام، نيو، هكريت يوزر تاني عبير، تمام، وبرضو اكيد مش عايزه اسحب يوزر يوزر او اقرا يوزر يوزر، الافضل بالنسبه لي ان انا الم اليوزرز دول جوه جروب. فاقول له كليك يمين هنا نيو جروب، زي مثلا هسمي الجروب ده اي تي اندرسكور جي جروب، يعني هسيب هنا كل حاجه على الديفولت مش هعدل فيه حاجه. اوكي، عايزه اسحب اليوزرز دول جوه جروب. اسهل طريقه هسلكت على اليوزرز عن طريق كنترول، كليك يمين عليهم واقول له اد تو جروب، الجروب اللي اسمه اي تي، تشيك اهو جاب اسمه وبالتالي سكسسفلي. وبالتالي لو قلت له هنا دبل كليك على الجروب ده ونزلت تحت ممبرز، ادي الجروبس بتاعتي اللي متكريتها. تمام، عايزه بقى دلوقتي زي ما اتفقنا اخلي الايس ممبر من الدومين. بصوا انا هنا بكونكت بايه؟ بالاسم عادي جدا، سواء الاسم سواء الاي بي، انا ظبطت خلاص الملف بتاع الهوستس، بلس كمان ان انا ظبطت الحوار بتاع السيرتيفيكت. هنت بس نسيت اقولها لكم قبل البريك، انا دلوقتي خليته ياخد سيرتيفيكت من سيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر، لكن بالمناسبه الايس ذات نفسه ممكن هو ذات نفسه احوله لسيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. تمام، من هنا ادمنستريشن سيرتيفيكتس، تمام، هو ذات نفسه ممكن احوله لايه، لسيرتيفيكت اوثوريتي سيرفر. بس بقى عشان ما ندخلش في نفسنا في متاهات اساسا، اول حاجه بقى دلوقتي عايز اعملها قلنا ان اخلي مكنه الايس ممبر من الدومين. تمام، فهاجي تحت الادمنستريشن تاب، لو نزلت تحت هنا هلاقي اكسترنال ايدنتيتي سورس. تمام،
انا عايزاه دلوقتي يبقى ممبر منين؟ من الاكتيف دايركتوري، فاقول له هنا اد الاسم اللي فوق ده اي اسم مش فارق معايا، هسميه دي سي اي اسم. الاسم ده بستخدمه عشان بس لما اجي بعد كده اطبق authorization policies. تمام؟ ما هو ممكن يكون مثلا اسميه دي سي 1 دي سي 2 دي سي بس، فلما اجي اطبق authorization policy اقول خلي الاي سي يبص على السيرفر اللي اسمه كذا. انما اللي يهمني دلوقتي اسم الدومين. اسم الدومين بتاعي كنا مسمينه ايه؟ tshot.com. واجي هنا اقول له submit. حتى هذه اللحظه انا ضفته بس مش اكتر، تمام؟ انما لسه ما عملتش جوين عليه. بيقول لي هنا would you like to join all ice nodes to the active directory domain ولا لا؟ بمعنى ايه؟ طبعا احنا في الكورس بتاعنا احنا برضه بنقوم الايس حاجه سيمبل، تمام؟ اه صحيح بنزود حبتين ثلاثه عن اللي احنا اخدناهم ايام الان ايه، بس برضه حاجه سيمبل لان في كورس ايه ادفانسد ليه. انت ممكن تبدا ان انت تعمل اكتر من ايس سيرفر وتربطهم جوه كلاستر، تمام؟ فهنا بيقول لي لو انا اخترت نو يبقى انا كده بخلي الايس سيرفر ده بس هو اللي ممبر من الدومين. لما اجي بعد كده اضيف جوه كلاستر اساسا مجموعه ثانيه من الاي سيرفرز، لا مش هتبقى ممبر من الدومين، انا اللي بايدي هخليها ممبر من الدومين بعد كده بنفسي. لكن لو انا اخترت يس، يس ده معناه ان كل النودز اللي هضيفها في المستقبل او اللي منضافه على الكلاستر بتاعتي كلها هتبقى ممبر من الدومين. يبقى تاني لو انا قلت له هنا يس، اي اي سيرفرز ثانيه هتنضاف عندي جوه الكلاستر دي هتبقى كلها ايه؟ ممبر من الدومين او حتى اللي مندوف. فحالتي مش فارقه لان كده كده انا ما عنديش الا ايس واحد بس، تمام؟ السيرفر ده دلوقتي حتى هذه اللحظه ايه؟ نوت جويند. يبقى هسلكت هنا واقول له جوين، عايز ان انا اخلي الجهاز ده ممبر من الدومين. المفترض انه هيتحط فين؟ هيظهر عندي هنا تحت كمبيوترز، يبقى ممبر من الدومين كنترولر، فيتحط عندي هنا. طب هجونه دلوقتي بصلاحيات مين؟ اليوزر ده اللي احنا بنسميه الدومين ادمن، تمام؟ اللي هو الاكونت بتاعي ادمنستريتور والباسورد اسد ات 123. تمام؟ عايزه تحطيه في او يو معينه في فولدر هنا معين. انا هسيب كل حاجه على ديفولت وبالتالي هيحط نفسه هنا، لكن اقدر ان انا احطه جوه او يو معين، تمام؟ هنا بقى انت بتحطه لي يا فيرينا بالديستنجوش نيم، بتكتبي المسار هنا بالديستنجوش نيم. عايزه تسيفي الكريدنشلز اليوزر نيم والباسورد ولا لا؟ اوكي completed. لازم الساعة تكون متظبطة علشان اوصل للمرحلة دي، must ان الساعة تكون synchronized ما بين الايس وما بين الدومين كنترولر وهي والتايم زون. كده فعلا الجهاز بتاعي بقى ممبر منين؟ من الدومين كنترولر. لو اديت له بس هنا كده ريفرش ظهر هنا الايس، تمام؟ بص كده برينا السايت دي فول فير سايت نيم، عشان كده قلت لك التوبيك ده سهل جدا هايف بس للي عندهم باك جراوند عن الدومين كنترولر، تمام؟ اللي ما سمعوش الكلام وما ذكروش الكام فيديو زي عمر كده قاعد متنحلي من اول اليوم، ده اللي هيحس بقى ان الموضوع بقى ومصطلحات وكلام كتير، ويعني ايه ويو يعني ايه ويعني يوزر والجروب والكلام ده، صح يا عمر؟ تمام. عايزه دلوقتي اتست يوزر، فهاجي هنا اقول له اليوزر بتاعي اسمه سي مثلا مالك، الباسورد، تمام؟ عايزه اعرف هو تبع انهي جروبس، ريتريف هات لي معلومات الجروبس اللي هو تبعها، وهات لي الاتربيوتس. الاتريبيوتس اللي هي المقصود بيها البروبرتيز بتاعت اليوزر. فلو قلت له دلوقتي تيست كده، تمام، جاب لي فعلا كل المعلومات بتاعتي. على سبيل المثال ده اسم النود اللي انا واقفه عليها، سكسس يعني اليوزر نيم اللي انا كتبته او الباسورد صح، تمام. اليوزر برنسبل نيم، الديستنجوش نيم، المعلومات دي كلها يا شباب معلومات اساسا ريليتد بمين؟ باليوزر. بنجيبها منين؟ لو جيت دلوقتي على اليوزر ده مالك، هاجي بس الاول على فيو ادفانسد فيتشرز. لو جيت دلوقتي دبل كليك على اليوزر هلاقي حاجه اسمها اتريبيوت اديتور. الاتريبيوت اديتور اللي هو المقصود بيه البروبرتيز بتاعت اليوزر، من ضمنهم على سبيل المثال الاسم بتاعه كتوتال بنسميه ديستنجوش نيم، تمام؟ ادي الديستنجوش نيم. ان جنرال اللي اقصده اساسا ان كل المعلومات دي ايه؟ جايبها من الاتريبيوتس او البروبرتيز بتاعت اليوزر، تمام؟ وهو ممبر في ثلاثه جروب. لو دخلت هنا على جروبس، هو ممبر من انهي جروب؟ باي ديفولت ممبر من الجروب اللي اسمه يوزرز والدومين يوزرز، تمام؟ وانا بايدي ضايفاه جوه الجروب ده، بس جايب لي اسامي الجروبس اساسا عن طريق قيمه بنسميها السد، سكيورتي اي دي. يعني ايه السد؟ الدومين كنترولر ما يعرفش مين مالك، ما يعرفش يعني ايه الجروب اللي اسمه اي تي، ما يعرفش الكلام ده. هو بيقرا كل حاجه بقيمه يونيك اسمها سد. مفيش اي اوبجكت عندي على الدومين كنترولر او مفيش اتنين اوبجكت ليهم نفس السد، تمام كده؟
ودي الاتريبيوتس قلنا البروبرتيز بتاعت اليوزر. كده اقدر بقى ان انا اطبق هنا اوثنتيكيشن واوثرايزيشن على اليوزر ده. طيب لما اجي دلوقتي اساسا اتست على الكونكتيفيتي ما بين الايه الاي سيرفر بتاعي وما بين الدومين كنترولر، في عندي هنا تول اكتر من رائعه اسمها دياجنوستيك تول، فلو ضغطت عليها تمام عايزه دلوقتي ان انا اتشيك على كل التست او ان انت تشيك على تيست معين تبقى فاهم ايه ده بقى دي ان اس سيرفيس دي ان اس كويري. تمام عموما لو احنا ما عدناش باك جراوند عن الدومين كنترولر هقول له دلوقتي ايه ران اول تيست. نصبر بقى عليه كده شويه، بدا ان هو يتشيك على تيست على واحد واحد اهو، واللي بيتشيك عليه بيقول لي سكسسفول، كده كله سكسسفول. تمام على سبيل المثال نقدر نستوعب دي السيرفيس بتاعت الان تي بي، تمام بروتوكول اسمه ال ديب، بروتوكول اسمه كيربروس. عموما كل شغلي التست ما بين الكلاينت او ما بين الايس وما بين الدومين كنترولر شغال تمام. وممكن على فكره كمان ان انا اخلي التست ده يشتغل اساسا اعمل له سكادول كل يوم مثلا الساعه كذا وريبيت الكلام ده كم مره. لو جيت دلوقتي بقى على الدومين كنترولر بتاعي اللي انا سميته دي سي، تمام ادي السيرفر بتاعي، اكيد لما اجي دلوقتي ان انا اطبق بوليسز سواء اوثنتيكيشن سواء اوثرايزيشن انا مش عايزه ان انا اربطه بيوزر يوزر، الافضل ايه جروبس، الافضل ايه يا شباب جروبس. فانا هقول له هنا اد تمام سيلكت جروب فروم دايركتوري ولا اضيف جروب، لا انا عايزه ان انا اسيلكت الجروبس اللي موجوده عندي على الدايركتوري على الاكتيف دايركتوري. على سبيل المثال اسم الجروب بتاعي ايه، ممكن اجيبه بالاسم ممكن اجيبه بالسد. طب لو انا دلوقتي اساسا قلت له ريتريف جروبس هيبدا ان هو يروح للدومين كنترولر يسحب كل الجروبس اللي موجوده هناك. تمام على سبيل المثال بيبقى في مجموعه بيلت ان من الجروبس موجوده عندي على الدومين كنترولر اللي انا انترستد فيه دلوقتي، الجروب بتاعنا اللي هو ده اي تي جروب، ده اللي انا ضفته من شويه. تمام واقول له اوكي ادي الجروب اهو، برده عشان لو حبيت ان انا اطبق عليه اوثرايزيشن بوليسي جايبهولي بالسد بتاعه، جايبهولي بايه بالسد بتاعه. السد المفترض ان الرقم ده بيبقى يونيك. تمام فين السد ده؟ لو جيت دلوقتي على الدومين كنترولر الاول اثر الادفانسد فيتشرز، لو جيت دلوقتي على الجروب ده دبل كليك تمام اتريبيوت اديتور وادور هنا على السد اهو اخر الرقم ده كام 1603. تمام ليه قيمه السد دي مهمه جدا؟ افرض ان انت دلوقتي على سبيل المثال غيرت اسم الجروب على الدومين كنترولر، تمام ما هو معنى كده ان هو لازال هنا اسمه اي تي هناك اسمه بقى مختلف، لا الكونكتيفيتي ما بينهم بتتم عن طريق السد، السد ما بيتعدلش. لكن لو حصل ان السد اتعدل لاي سبب من الاسباب فانت بتسلكت على الجروب هنا وتقول له ابديت سد فاليو عشان يجيب السد الجديد، عشان ايه يجيب السد الجديد بس كده. ونبدا بعد كده ان احنا نطبق سواء اوثنتيكيشن سواء اوثرايزيشن بناء على اليوزرز اللي انا ايه بكونكت ما بينها وما بين الدومين كنترولر. حد عنده اي اسئله في الجزء ده؟